تمام. اول حاجه قبل ما نبدا نحل المسائل، عايزين نراجع على شويه حاجات، شويه حاجات خدناها مع دكتور غاده، وشويه نوتس بسيطه محتاجينها من الثانوي. اوكي، والناس طبعا لما كانتش في ثانوي عادي هتسمع ايه من اول وجديد. اوكي، اول حاجه خدنا الايديال جاز. القانون بتاع الايديال جاز ده مهم جدا جدا جدا، تقريبا كل الشابترز اللي احنا هنتعامل معاها هتلاقي نفسك في مسائل محتاج ترجع للايديال جاز فيها، فالقانون ده ما ينفعش يتنسي. PV equal NRT. لازم نعرف كل ترم عبارة عن ايه، ونعرف اليونتس، ونعرف نحول بين اليونتس ازاي، علشان طبيعي في المسألة في الغالب مش هيديك اليونت واضحة، أو ممكن يديك اليونت ويجي في الآخر يقول لك لا بس أنا عايز الفوليوم بكذا، عايز البريشر بكذا، فلازم تكون حافظ كويس جدا التحويلات بتاعة اليونت. أوكي، فنراجع عليها سريعا. لو أنا بتكلم عن البريشر، بي بريشر اللي هو الضغط، إيه اليونتس بتاعة الضغط اللي إحنا هنتعامل بيها، وإزاي أحول من اليونت بتاعة البريشر؟ أول حاجة أو أشهر وحدة عندي اللي هي الأتموسفيريك بريشر، الـ ATM، وتقريبا وحدة الأتموسفيريك بريشر تقريبا بتساوي وحدة اسمها وحدة البار. هي مش بتساويها قوي، هو الأتموسفيريك بريشر بيساوي 1.01، فإحنا بنقول الاتنين تقريبا بيساووا بعض. تمام، يعني كقيمة عددية مش هتفرق معانا قوي في الحسابات بتاعتنا، فإحنا هنعتبرهم الاتنين بيساووا بعض. تاني واحدة مليمتر ميركوري، مليمتر ميركوري، ودي بتكافئ وحدة التورشيلي. يبقى أنا لو لقيتها تورشيلي أو مليمتر ميركوري هما الاتنين واحد. آخر واحدة الباسكال، ووحدة الباسكال بتكافئ نيوتن بير متر سكوير. تمام، طب أنا عرفت اليونتس اللي أنا هتعامل معاها، أحول إزاي؟ لو أنا معايا الرقم بتاعي بالأتموسفير وعايز أحوله الملي متر ميركوري هتضربه في 760. طبعا العكس هنقسم، مش محتاجة كلام، أنتوا أساتذة في المواضيع دي. طب لو عايز أحول من الأتموسفيريك بريشر للباسكال أضرب في 101325. تمام، العكس هنقسم. طب لو من الملي متر ميركوري للباسكال اعمل ايه؟ من الملي متر ميركوري للباسكال يا شباب هتعمل ايه؟ اكنك بالظبط اول حاجه هتحول من الملي متر ميركوري للاتموسفير، فاقسم على 760، ومن الاتموسفير ارجع تاني للباسكال، يبقى بضرب في 101325. يعني في الآخر لو من ملي متر ميركوري اللي باسكال يبقى بتضرب 101325 على 760. دي كده التحويلات المهمة عندك. أكيد لو من الكيلو باسكال، عشان لو شفت كيلو في أي حاجة، من الكيلو باسكال للباسكال أكيد هتضرب في 1000 أو 10 باور 3. تمام، ده لو بالنسبة لو أنا بتكلم عن البريشر واليونتس أوف بريشر. طب أنا لو بتكلم عن الفوليوم اللي هو الحجم، عندي يونتس كتير للحجم، يعني مثلا أول أو أكبر يونت عندي كيوبيك متر، وعندي طبعا اللتر، أشهر يونت عندي اللتر، واللتر هو الكيوبيك دي سي متر، آخر حاجة الكيوبيك سنتيمتر. دول طبعا سهلين، انتوا اكيد بتتعاملوا بالحجوم على طول. كيوبيك متر لليتر اكيد هتضرب تن باور 3، من لتر لكيوبيك سنتيمتر برضو تن باور 3. طب لو من كيوبيك متر لكيوبيك سنتيمتر تن باور 6. طب لو عايزين نتكلم عن التمبريتشر، درجة الحرارة، تي كابيتال، التمبريتشر لازم 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 تستخدمها ديجري كيلفن، وفي أغلب المسائل بيديها لك ديجري سليزيس، يبقى لازم تجيب درجة الحرارة اللي بالديجري سليزيس
وتجمع عليها 273 علشان تحولها لدجري كلفن. طب بالنسبة للN، الN اللي هي number of moles، كنا واخدين قانون ليها في ثانوي، number of moles لإما mass على molar mass لإما weight على molecular weight. وما تستغربش، الماس والويت بالنسبة لنا واحد، مش زي الفيزياء. يعني في الفيزياء بيقولك الماس غير الويت، لا احنا في الكيمياء بنتعامل مع الماس هي الويت بالظبط. تمام، يبقى يقول لك 6 جرام من كذا، خلاص هو ده ماس او ويت، هما 6 جرام. والموليكولر المولر ماس هو الموليكولر ويت، نفس القيمة العددية، لكن اليونتس بتختلف. الماس او المولر ماس بيبقى بالجرام، لكن الموليكولر ويت بيبقى الاتوميك ماس يونت، وده هنتعامل النهارده كتير في حساباته. يعني مثلا لو معايا، بقول لك انا معايا H2O وعايز احسب المولر ماس لل H2O، اكيد في المساله هيكون مديك الاتوميك ويت اللي هو الوزن الذري، هيقول لك الهيدروجين بواحد والاكسجين ب16، يبقى الموليكولر ويت انا معايا كام هيدروجين؟ 2، يبقى 2 في الهيدروجين الواحده بواحد بلس معايا اكسجين واحد بس ب16، يبقى المولر ماس لل H2O 18 جرام. طب لو عايز احسب الموليكولر ويت هيبقى برضو 18، بس 18 اتوميك ماس يونت، يبقى الاتنين زي بعض ما نتلخبطش، هي الفرق فرق يونتس مش اكتر. يبقى انا بشتغل ماس على مولر ماس، ويت على موليكولر ويت، الارقام ثابته مفيش اي حاجه بتتغير. الماس هو الويت بالنسبه للكيمستري عندنا، المولر ماس هو الموليكولر ويت باختلاف اليونتس، بس القيم العدديه واحده. اهم حاجه بقى الار، اكيد سمعتوا عن الار قبل كده. الار ده اسمه يونيفرسال جاز كونستانت او الثابت العام للغازات. تمام، الار ده ليه قيمه واحده باختلاف اليونتس، يعني القيمتين اللي احنا بنكتبهم قدامكم دول هما في الاول وفي الاخر قيمه واحده، بس على حسب انا حسبت الار ازاي، استخدمت ايه اليونتس اللي استخدمتها لحساب الار. يعني ممكن الار بتاعتي تبقى 0.082، وفي الحالة دي هتبقى اليونت اتموسفير لتر بير مول كلفن، والقيمة التانية 8.314، بس في الحالة دي هتبقى جول بير مول كلفن. امتى في المسائل استخدم القيمة دي وامتى استخدم القيمة دي؟ طبعا ده الكلام ده مهم جدا، علشان الار تقريبا يعني تقريبا 80% من الشابترز بتاعتنا الار هتدخل فيها، الورك هتلاقي فيها ار، الثيرمودينامكس هتلاقي فيها ار، الثيرموكيمستري هتلاقي فيها ار، وهتفضل تتلخبط برضو هستخدم اي ار فيهم. يبقى من الاول كده نحفظها كويس. طبعا الكونستانت ده مش بيديهولك في الامتحان، انت بتكون اوريدي حافظه وعارف هتستخدمه ازاي. تمام، بالنسبة للR 0.082 هنلاحظ اللي أنا حاسبه في حالة الأتموسفير واللتر، يبقى أنا مش هستخدمه غير لما يكون الفوليوم بتاعي بالليتر والبريشر بالأتموسفير. طب لو معايا البريشر بالأتموسفير لكن الفوليوم بالكيوبيك متر، تحول لي الأول الفوليوم من كيوبيك متر لليتر علشان تبقى الوحدات متناسبة وأقدر أستخدم قيمة الار المناسبة ليهم. طب في حالة 8.314 قيمة الار، لازم الفوليوم بتاعك يبقى بالكيوبيك متر ولازم البريشر يبقى بالباسكال، يبقى انا ما ينفعش استخدم يونت من هنا على يونت من هنا، لا، لاما لتر واتموسفير لاما كيوبيك متر وباسكال، وفي أي حالة من الحالات دول لازم أستخدم قيمة الآر المناسبة لليونتس بتاعتي. تمام، في حد عنده أي مشكلة لحد دلوقتي؟
لا انتوا نمتوا اساسا. الله، لا موجودين ده مع حضرتك يا دكتور. موجودين يعني. اوكي، مش مطمن لكم والله العظيم. المشكله ان انا ما بشوفكمش لسه لحد دلوقتي في المعامل، فعشان كده لسه الدنيا ما ظبطتش. لا ماشي، الكلام تمام يا دكتور. الكلام تمام. طيب عايزين نتكلم على ايه تاني؟ عايزين في قانون كده نطلعه من القانون اللي احنا خدناه. يعني لما اجي اقول لك بي في ايكوال ان ار تي، ولسه من شويه قلنا الان ده عباره عن ماس على مولر ماس، يبقى انا ممكن اشيل الان اكتب بي في ايكوال ماس على مولر ماس في ار تي. لحد هنا انا ما عملتش حاجه، مجرد شلت الان وكتبت القيمه بتاعتها. طب تعالوا نلعب في القانون، لو قسمنا على في يبقى في من هنا خلاص كده هتضيع، عشان هقسم عليها بي ايكوال ام على في ار تي والمولر ماس اهي، مفيش اي مشكله، لسه القانون زي ما هو، ما عملناش فيه اي حاجه. ام على في ماس على فوليوم، لو تفتكروا ماس على فوليوم دي كانت الدانستي خدناها في ثانوي، ماس اوفر فوليوم. يبقى كده القانون بتاعي ممكن يبقى بي ايكوال الدانستي ار في تي على ام كابيتال، وناخد بالنا دي ام كابيتال مش ام سمول، عشان في فرق محدش يعوض عنها بماس، دي مولر ماس. تمام، فده قانون ممكن نحتاجه، بس ناخد بالنا القانون ده لما يكون معايا 1 جاز، غاز واحد بس. اقول لك انا معايا مثلا كلورين جاز، معايا ووتر فيبر جاز برضو، معايا نيتروجين جاز، هيدروجين جاز، لكن ما جيش اقول لك معايا ميكتشر مثلا زي دالتون، احنا خدنا اللي ممكن يكون معايا ميكتشر اوف جازز، معايا خليط من الغازات. ما جيش اقول لك خليط من الغازات وعايز اعرف الدانستي بتاعه الخليط ده، تقول لي هستخدم القانون ده. لا، مفيش حاجه اسمها كده. القانون ده بيستخدم في حاله اللي انت معاه جاز واحد فقط في الكونتينر بتاعك. اوكي، طيب كنا في ثانوي كنا واخدين اللي انا لو معايا واحد مول من one مول of any gas، one مول of any gas كان في كام مولكيول يا شباب؟ اي عدد افوجادروز نمبر. يبقى one مول of any gas contain افوجادروز number of molecules، في عدد افوجادروز نمبر من الجزيئات. تمام، وعلشان كده طلع معانا قانون ساعتها اللي انا لو عايز اعرف النمبر of molecules، لو عايز اعرف عدد الجزيئات يبقى طبيعي اجيب عدد المولات بتاعتي واضربهم في الافوجادروز نمبر اللي انت لازم تكون حافظه، عشان مش بنديهولك given في الامتحان. اوكي، عشان كنتوا بتاخدوه جيفن في ثانوي، ده مش جيفن في امتحانات الجامعة، ده بيتحفظ، ده انت حافظ افوجادروز نمبر قيمته ايه. اوكي، طيب عايزين نتكلم عن ايه كمان؟ عايزين نتكلم عن حاجة اسمها الـ STB، وركزوا فيها جدا علشان انا بعد كده ان شاء الله في الثيرموديناميك هدخلك في حاجة جديدة. يعني ده STB، STB اسمها ستاندر temperature and pressure، اللي هو معدل الضغط ودرجة الحرارة، خدتوها قبل كده برضو في ثانوي. في الثيرموديناميك هقول لك ستاندر، بس هقول لك نعم وحضرتك اصل السلايد عندي بس اتأخر في العرض، فلسه ما لسه وصل دلوقتي كل حاجة هتوصل ما تقلقش. ماشي، بعد كده هنتكلم عن حاجة اسمها ستاندر ستيت. في فرق بين كلمة ستاندر temperature and pressure، دي انا بقول لك كونديشنز معينه، درجه الحراره ليها قيمه معينه، البريشر ليه قيمه معينه، لكن لما اجي اقول لك ستاندر ستيت دي هتبقى حاجه تانية خالص، يبقى لازم نفصل ما بين الاثنين. اوكي، خلينا دلوقتي في الستاندر تمبريتشر اند بريشر. لما يجي يقول لك في المساله انا هنا شغال في الاس تي بي، ده معناه ايه؟ ده معناه اللي فيه كونديشنز المفروض انت حافظها وعارفها، مش محتاج اللي هو يديها لك في المساله، ومش هيديها لك اساسا. لما نيجي نتكلم في الاس تي بي يبقى حضرتك عارف ان البريشر ب 1 اتموسفير، هو مش هيديك البريشر في المساله،
حضرتك هتكون عارف ان التمبريتشر 0 ديجري سليزيوس اللي هي 273 ديجري كلفن. حضرتك هتكون عارف اللي انت لو وجيت تحط تحتيها مليون خط، لو معاك النمبر اوف مولز بواحد، لو معاك الغاز اللي معاك واحد مول، ده معناه اللي الحجم باتنين وعشرين واربعة من عشرة لتر. يبقى في الاس تي بي الواحد مول من الغاز حجمه 22.4. محدش يقول لي اللي دي في الاس تي بي الغاز حجمه 22.4، لا الغاز مش حجمه 22.4، واحد مول من الغاز حجمه 22.4. الواحد مول مش الغاز ككل، مش كتوتل، ممكن يكون معايا 2 من 10 مول، 20 مول، فما ينفعش اعممها، لا هي الواحد مول وهي بتتقال كده على بعضها، الواحد مول من الغاز حجمه 22.4. مش ده اللي هو قانون الفوليوم بيساوي نمبر اوف مول في 22.4؟ ايوه بالظبط، بس ده في حاله الاس تي بي. القانون ده في حاله الاس تي بي بس، في حاله الاس تي بي فقط، يعني في اي حاله تانية القانون هيختلف. تمام. لا مش هنتعامل ب 22.4 في اي حاله تانية، هي في الاس تي بي فقط. اوكي طيب. طيب في حاجة بقى يا شباب، لو أنا معايا غاز والغاز ده بيتعرض لكونديشنز مختلفة، يعني أجي أقولك الغاز ده كنت معرضه الأول لضغط كذا، كان حجمه كذا، وكان النمبر أوف مولز كذا، والتمبريتشر اللي كان متعرض ليها كذا، جيت بعد كده عليت الضغط فالحجم بقى كذا، والنمبر أوف مولز زودت نمبر أوف مولز، يبقى التمبريتشر اللي بقت عندها كام؟ يبقى أنا في الحالة دي لو أنا بتكلم معايا غاز وتعرض ل different conditions، شروط مختلفة، أنا مسموح لي أقول B1 V1 على N1 T1 equal B2 V2 على N2 T2، وهبدأ بقى أتعامل بقى بالحاجة دي على حسب اللي هو مديهولك في المسألة. يعني إيه؟ ممكن ما يغيرلكش النمبر اوف مولز خالص، يقول لك انا غيرت البريشر والفوليوم والتمبريتشر كذا، في الحاله الثانيه انا غيرت البريشر والتمبريتشر الحجم بقى كام، هو ما جابش سيره النمبر اوف مولز، يبقى نفس الغاز عندك بنفس الكميه بنفس النمبر اوف مولز، في الحاله دي هتشيل النمبر اوف مولز، يبقى بي في على تي بيساوي بي في على تي. ممكن يجي في اخر الكلام بعد ما يخلص يقول لك ايه، ات ذا سيم بريشر او at constant pressure، عند نفس البريشر، عند نفس الضغط عادي، يبقى تشيل الضغط، عند نفس التمبريتشر يبقى تشيل التمبريتشر، يبقى على حسب المسألة هتبدأ تتعامل، بس هي BV على NT equal BV على NT، واي تغيير هيحصل هيبقى تغيير بناء على اللي هو مديهولك في المسألة. اوكي لو حاجة عندك constant. يعني اخر حاجه عايزه اتكلم عنها قبل ما نبدا نحل، في عندي نوعين من الغازات، نوعين اساسيين من الغازات، عندي حاجه اسمها اكتيف جاز وانرت جاز. عايزه اقول لكم يعني انا كنت واقفه في امتحان وكان في كارثه بسبب الجزء ده. اكتيف جاز ده غاز ما بيقدرش يقف لوحده، لازم على طول تلاقي الموليكيول بيتكون من تو، انا كتبت اتموسفير، two atoms. الانرت جاز، كلمة انرت يعني خامل، ما بيخش في تفاعل كيميائي، فطبيعي تلاقي المولكيول بيتكون من one atom. زي ايه؟ يعني مثلا لما يجي في المسألة يقولك اكسجين جاز، طبيعي تاخد بالك اللي هو O2، هيدروجين جاز من غير كلام H2 N2 F2، طبعا عندنا CL2 والبروم، بس البروم ليكويد، تمام. فالحاجات دي لما يجي يتكلم عنها هو مش هيقول لك O2، ممكن يقول لك O2 بس في الغالب هيقول لك اكسجين جاز، وبعد كده تلاقي نفسك بتحسب المولكولار ويت، المولكولار ويت هيقول لك الاكسجين ب 16، بس حضرتك المفروض لما تحسب المولكولار ويت هتقول 2 في 16، فلو انت مش حافظ او مش عارف ان الاكسجين O2 هتلاقي نفسك بتكتب 16 فقط، مش هتضرب في 2 خالص، فالمساله تبقى غلط. على خلاف الانرت جازز، معاك هيليوم، نيون، ارجون،
كريبتون تقريبا اول ثلاثة اللي هتتعاملوا معاهم اساسا. كل دول مستحيل تلاقي جنبيهم اتنين، تمام؟ فلازم وانا بحسب الموليكولار ويت بتاعهم هيبقى الرقم اللي هو مديهولي على طول. يعني الهيليوم باربعة يبقى الموليكولار ويت باربعة على طول، مش هضرب في اتنين اكيد، عشان الهيليوم ده انرت مش اتش اي تو، هو اتش اي فقط. اوكي طيب، عايزين بقى النهاردة عندنا مسائل كتير جدا. اول مسألة عندنا النهاردة بيقول لي if 0.55 gram of gas occupy 0.2 liter at 0.968 atmosphere and 298 degree kelvin what is the molecular mass of the gas. بالراحة كده، اول حاجة هو الداك اللي هو 0.55 gram، اكيد دي mass. وقال لك اوكوباي، ممكن حد يقول انا مش عارف يعني ايه اوكوباي، عادي هعرفها من اليونت. هو اوكوباي يعني يشغل، موجود في حيز، الحيز ده حجمه 0.2 لتر، يبقى ده فوليوم 2/10 لتر. ومديك البريشر عشان كاتب لك بالاتموسفير، ومديك التمبريتشر، والحمد لله هو من نفسه مديها لك بالكلفن. حد يعرف يقول لي قيمة الـ R في الحالة دي المفروض تبقى بكام؟ 0.082. ليه؟ علشان معايا الفوليوم بالليتر ومعايا البريشر بالاتموسفير، يبقى هي دي القيمة اللي لازم استخدمها للـ R، مفيش احتمال تاني. طب بما انه بيقول لك انا عايز الموليكولر ماس او المولر ماس، علشان اروح اجيب المولر ماس لازم الاول اجيب النمبر اوف مولز، عشان اقول الماس على المولر ماس او الماس على او الويت على الموليكولر ويت، يبقى لازم الاول اعدي على النمبر اوف مولز. طب ما انا كده كل حاجه موجوده في القانون معايا اقول بي في ايكوال ان ار تي، البي هو اوريدي مديك القيمه بتاعتها والفي معاك والان اوريدي انا عايزها والار كده كده القيمه معانا والتي، يبقى الحاجه اللي انا عايزها الان اقدر اجيب قيمه الان بالمول، وارجع اقول له النمبر اوف مولز ايكوال ماس على مولر ماس. طب انا النمبر اوف مولز خلاص بقت معايا، الماس هو مديها لك، المولر ماس هو طالبها في المساله اللي هي الموليكولر ماس، هو طالبها في المساله. وبكده يا شباب المولر ماس اللي هي الام كابيتال هتطلع معاكم برضه، عشان لو عايزين تحلوها اتوميك ماس يونت ب 69.42% اتوميك ماس يونت. طبعا ده كلام ايه فاضي، بس احنا قلنا بس نسخن بيها في الاول. يا دكتور هو احنا ليه نعم. طلعنا موليكولر ماس بالاتوميك ماس يونت مش بالجرام برضه؟ دي الموليكولر ويت، لا هي ممكن لا هي دي هخليها بالجرام، خليها بالجرام. تمام انا بقول لك هي اهم حاجه القيمه العدديه عندي كده كده. انتوا اصلا امتحانكم بيبقى ام سي كيو اختيارات، ايه تمام شكرا، تعرفين الموضوع ده اكيد صح كده؟ ايوه اوكي في الكيمستري ام سي كيو. بس طبعا بتجيلنا مسائل زي دي، بس المشكله بقى بيكون طالب منك اخر حاجه، فدي بتبقى مشكله، اللي ممكن تكون ماشي انت تفكيرك صح وماشي المساله كلها صح، وفي الاخر انا مش طالبه غير الفاينل انسر، فدي مشكله في حد ذاتها. طيب هو ام سي كيو برضه في الميد تيرم ولا فاينل بس؟ لا 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 في الميد تيرم كمان. تمام شكرا. طيب اللي يعرفني بقى يعرف اللي احنا بنحل مع بعض، يعني اكيد انا مش هحل كل حاجه لوحدي، فعشان اول مره النهارده تحلوا ممكن نمشيها بمين اللي عايز يحل. باشمهندس هادي اسئله الشيت صح كده؟ هو الشيت كده مش هنسلمه في الكليه ولا احنا هنحله؟ هنسلمه برضه، هنسلمه برضه. طب ما انا كده اعتبر اللي حل حله واللي ما حلش خلاص ممكن ينقل الحل. مش فكره اللي حل حله واللي ما حلش ينقل الحل. طب ما انا عارفه اصلا ان الحل موجود معاكوا اوريدي في اماكن تانية، هو انا مش واصل لي المواضيع دي؟ الحاجات دي بتكون واصله لنا، الفكره كلها اللي انت بتفهم، عشان اكيد مش المسائل دي اللي هتجيلك في الامتحان، فانا بفهمك التركات علشان لما تيجي تحل ايا
يكون اللي يظهر قدامك بعد كده تعرف تحله، بلس اللي فيه ام سي كيو موجود في الاخر، يعني عشان نغطي برضو اجزاء من الام سي كيو، علشان ما تكونوش كل الاجزاء اللي انتوا بتحلوا عليها نظريه فقط، يعني في اخر اللي انا كاتباه ده هتلاقي ام سي كيو هنحله مع بعض برضو. طيب ممكن نجرب نحل المساله دي. طيب مين اللي انت ايه انت يعني عايز تحل؟ نجرب. طيب مش حل. طيب 200 ملي لتر اوف نيتروجين جاز، ايه ال 200 ملي لتر دول عباره عن ايه؟ فوليوم. فوليوم. طيب قبل ما تمشي من جنب الفوليوم كده ما تسيبهوليش بالملي لتر، عشان بالليتر بخليه بالليتر. اوكي كمل. Was collected over water at 35 degrees Celsius. ايه هي 35 degrees Celsius؟ دي درجة الحرارة بس حوالها بالكلفن، هزود عليها 273. حلوة قوي كمل. تمام. And pressure was كذا بالملي لتر زئبق. تمام. الملي لتر زئبق دوم هقسمهم على 780 تقريبا عشان احوله لأتموسفير. 760. هدي اول حاجة ضيعت لك المسألة، 760 مش 780. اوكي كم سوري. لا لا ما هو بص كمل، دي مش معناها من الكشكول لنكون واقعيين من دلوقتي. لا هي 760 لسه كاتبها. طيب معايا 760. أنا بكتب يعني اللي احنا بنقوله، انا بقعد وانا قاعد بسمع الاونلاين بقعد اكتب اللي انا عايزه، فانا بتاكد نفسي يعني معايا. طيب معايا لو وقفنا لحد هنا انا ممكن من الجزء ده ممكن اجيب ايه؟ يعني انا لو وقفت لحد مليمتر ميركوري اللي انت كنت بتقرا عندها ممكن اجيب ايه؟ جيب الان. الان. طب الار هنا هتكون بكام؟ الار هنا هتبقى ب 0.082. تمام، يبقى انا ممكن اقول بي في ايكوال ان ار تي. البي يا شباب معانا، هو كله معانا ما عدا الان هنجيبها بس خلاص. والفوليوم معانا، الان هي اللي مش معانا، الار زميلكو قال 0.082 علشان معايا الفوليوم بالليتر والبريشر بالاتموسفير في التمبريتشر، يبقى انا كده جبت النمبر اوف مولز. احسبها ثانية واحدة. خلاص انا حاسباها تقلقش انا ببقى جاهزه. طيب بعد بقى النقطه دي هنبدا نكمل. calculate the volume of nitrogen gas، هنحسب الفوليوم بتاع غاز النيتروجين. يبقى مالكش دعوه بالفوليوم اللي هو اداهولك في الاول، هو كده بيقول لك في conditions جديده. لو انا جمعت النيتروجين ده over water على الميه بس درجه الحراره اختلفت، يعني انا الاول كنت بقول لك الغاز ده عند 35، لا معلش دلوقتي انا بقول لك ايه حجمه الجديد لو انا جمعته في درجه حراره 20 ديجري سيليزيوس، يبقى انا كده عندي تي 2 درجه حراره جديده. ال 20 برضو اجمع عليها 273، يبقى في conditions جديدة عندي. and pressure، البريشر كمان هيتغير. قالك هو كان الأول 761، قالك لا ده هيبقى 747.5. يبقى أنا عندي B2. برضو هقسمه على 760. تمام. ما جابلكش سيرة الN، يبقى الN ما تغيرش، هو ما عملش حاجة كده في الA في النمبر اوف مولز، ما عملش حاجه في كميه الغاز. وعلشان نكون واقعيين يا شباب، النمبر اوف مولز مش بيتغير غير لو انا ضفت للكونتينر بتاعي كميه جديده من الغاز او سحبت من الغاز اللي موجود فيه. لو قال لك انا ما سحبتش ما ضفتش يبقى النمبر اوف مولز ثابت ما تغيرش. النمبر اوف مولز ما بيتغيرش غير بتغير الكميه نفسها، انا ضفت او سحبت. يبقى النمبر اوف مولز اللي معايا هو هو اللي انا حسبته اصلا من الكونديشنز الأولانية. يبقى أقدر عادي بالكونديشنز الجديدة أقول B V equal N R T. الB الجديدة معانا، الفوليوم الجديد هو أصلا عايزه، بيقول لك أنا غيرت الكونديشنز احسب لي الفوليوم بكام. الN كده كده معانا،
الار ما فيش اي مشكله ده كونستانت. التمبريتشر الجديده معانا وبكده يبقى الفوليوم كده يبقى V2 equal 0.38 لتر. المسألة دي بقى من المسائل اللي أنا كنت بقول لكم فيها. شكرا يا أحمد. بس مهندسة بعد إذنك. طب ثانية واحدة بس أقول بس الكلمتين دول وبعد كده إيه هرجع لك تاني. أوكي تمام. دي من المسائل اللي أنا كنت بقول لكم فيها ممكن الغاز يتعرض لكونديشنز مختلفة. يعني قصدك ايه؟ يعني قصدي اللي انا هنا مسموح لي اللي انا اقول B1 V1 على N1 T1 equal B2 V2 على N2 T2. بس هنا النمبر اوف مولز ما تغيرش، هشيل ال N مع ال N، مش محتاجهم في حاجة. طيب وبعد كده نعمل ايه؟ وبعد كده ببساطة هتقول لي البي بكام؟ هو مديها لك في الاول، قال لك 761.8 في الفوليوم كان ب200 على الـ T1 308 في الكلفن. البي الجديدة B2 conditions التانية ونص في الـ V2 هو أريد عايزك تحسبها، هتلاقي نفس القيمة بتاعة الـ V2 طلعالك في الحالتين. بس أنا بقى عايزة هنا أركز في إيه؟ البريشر والفوليوم انا ما حولتهمش، يعني وانا بعوض قدامك ما حولتهمش. انا البريشر مستخدماه ملي متر بيركري زي ما هو. ليه؟ عادي، ما انت عندك بريشر قدام بريشر. يعني لو جيت هنا قسمت على 760 هقسم قدامها على 760، فعادي انا مش محتاج اللي انا اقسم، صح كده؟ بس ناخد بالنا من حاجه، لو هو طالب البريشر في الحاله دي لو انت ما حولتش يبقى البريشر طلع لك بالملي متر ميركري. اوكي طيب ناخد بالنا برضو اللي انا مش محوله الفوليوم. ليه؟ عشان الفوليوم لما احول هضرب في 10 باور نيجاتيف 3، هيتضرب ليمين وهيتضرب شمال. بس في الحاله دي بما اني مش ضربه يبقى الفوليوم في 2 مش هيطلع زي ما حليته في الحاله الاولى، لا ده هنا هيطلع لك بالملي لتر عشان الفوليوم قدامه بالملي لتر. الحاجة اللي انت لازم مجبر اللي انت تحولها التمبريتشر. ليه؟ عشان في التمبريتشر انت بتجمع ولا بتقسم ولا بتضرب، فالجمع لازم. يبقى انا ممكن استخدم البريشر والفوليوم بأي يونت هو مديهلك، بس في المقابل لو انت مطلع فوليوم او مطلع بريشر هتطلع بنفس اليونت بالظبط. فتاخد بالك من الحتة دي، لو محولتش يبقى هيطلع بنفس اليونت، مليمتر ميركوري هيطلع بالمليمتر ميركوري، باسكال هيطلع بالباسكال، تمام؟ لكن التمبريتشر لازم تبقى بالديجري سيليزيوس، بالديجري كيلفن. لو استخدمتها ديجري سيليزيوس الناتج بتاعك هيطلع غلط. يبقى دي هي الوحيده اللي لازم تحولها، التمبريتشر لازم تتحول. طيب بس هي تطلع نفس القيم. مين بقى اللي كان بيتكلم من شويه؟ بس لو حضرتك على النقطه، يعني طبعا تقول ايه؟ اسلام وقع مننا. كنت هقول لك بس اذا كان القانون ده ينفع ولا لا. القانون اللي انا حليت بيه دلوقتي. بالظبط. تمام. لا هو هينفع يا اسلام، بس ناخد بالنا بس من اليونتس واحنا بنحل. اوكي. لا تمام. اوكي. طيب. مهندسة معلش سؤال سخيف بس، هو في اتندنس ولا لا؟ في اتندنس، يعني انتوا لسه ده اول توتوريال ليكوا. يعني نراعي ربنا في بعض شويه، مش كده؟ طب خلاص ماشي. تقريبا انت كل مره سلفوريك اسيد ومره اتندنس، هحفظك بعد كده ومش هيبقى الوضع كويس والله. انا مشكلتي ان انا بحفظ. اوكي طيب خلاص ده ماشي بقى. ايوه اوكي. طيب معايا 10 مول اوف ايديال جاز. محمد سيد رافع ايديه هيحل معايا. طيب اوكي، معايا 10 مول من ايديال جاز يا محمد، يبقى انا معايا النمبر اوف مولز ب 10. هاز انيشال بريشر. على فكره احنا كده برضو بنحاول نوعا ما نعرف المصطلحات بتاعتنا عشان الناس العربي. انيشال بريشر يعني ضغط اولي، يبقى هو في الاول كان متعرض لضغط ب انيشال 8 اتموسفير.
and temperature كانت 300 degree كلفن. مريحك ومحولها. طيب ايه رأيك قبل، خلينا كده لحد النقطة دي قبل ما نعرف هو تحول لإيه تاني، من هنا تقدر تعمل ايه؟ معي نمبر فوليوم، يبقى أنا أقدر أجيب الفوليوم الأولي لي كام؟ طيب منين عادي B V equal N R T. البي يا شباب معانا، والفي محمد قال هيحسبها، والإن بعشرة، الأر هتبقى بكام هنا يا محمد؟ 0.082. حلوة قوي. والتمبريتشر كده كده بتلتمية وهي بالكلفن، يبقى أنا كده ممكن أجيب في آي اللي هو الانيشيال فوليوم بتاعي ويطلع 30 و75 لتر. تمام، ده كده الكونديشنز الأولانية. جاز فرست اكسباندد، كلمة اكسباندد يعني بيتمدد، حجمه زاد بمعنى صح، زاد وهو عند درجة حرارة 300. فوليوم هاز دبلد، كلمة دبلد يعني الضعف، يعني حضرتك الفوليوم اللي انت كنت حاسبهولي مش هو الفوليوم دلوقتي بتاعي، انا عندي الفاينل فوليوم، تضرب لي الرقم اللي انت مطلعه ده في 2 علشان الفوليوم بتاعي الضعف، هاز دبلد. تمام، نرجع تاني لمسألتنا، بعد ما الضعف ايه اللي حصل؟ next the temperature is raised، هتزيد ل 450، يبقى التمبريتشر اللي كانت معايا دي لا اتغيرت، بقى عندي تي فاينل. نعم، add constant volume يعني عند الفوليوم الجديد بتاعنا. فاينالي في النهايه ضفنا 5 مول اوف جاز، يبقى النمبر اوف مولز اوف جازز كان 10 وضفت له 5 15، يبقى النمبر اوف مولز الجديد بقى 15. هو عايز ايه؟ What is the final pressure؟ عايز البريشر النهائي. عادي جدا برضو BV equal NRT، بس هشتغل بالفاينل كونديشنز. تمام، وهتبقى الB final هتطلع معاك 9 ATM. محمد انا عايزها بقى بالطريقة التانية. شكرا. هنقول ان كمل تمام، هنقول ان فوزة ان 1 بي 1 على ان 1 بي في بي 1 في 1 على ان 1 تي 1 ايكوال بي 2 في 2 على ان 2 تي 2، صح كده؟ B1 قال لك الأول ب 8، V1 ما كانش مديها لك، صح كده؟ ما انت لاينها الفاينل اللي هي الثانية بقى، صح؟ لا لا لا، أنا بحلها، لا أنا بحل المسألة من تاني أكني ما أعرفش القيمة دي كام، دي حل جديد خالص ملوش أي علاقة بالحل الأولاني. ماشي؟ معايا بس واحدة واحدة. أنا معايا B1 ب 8 و V1 أنا ما أعرفهاش، ما كانش مديها لي، أنا اللي حسبتها بس هو ما كانش مديها لي. N1 كان ب 10، T1 كان قايل لي 300 ديجري كلفن، B2 هو عايزك تحسبها أساساً، قال لك أنا عايز أحسب الفاينل بريشر. V2 قال لك volume has doubled، الحجم الضاعف، يبقى أنا ممكن أشيل V2 وأحط مكانها 2 V1 على النمبر اوف مولز، ناخد بالنا منه عشان هو كان قايل لي 10 في الاول، قال لي ضفت عليه 5 فهو بقى 15، مش زي المساله الاولانيه احنا شطبنا النمبر اوف مولز مع بعض علشان ايه النمبر اوف مولز ما اتغيرش، وقال لك درجه الحراره اتغيرت بقت 450. طبعا V1 هتطير مع V1، يبقى كده ما فاضلش عندي غير B2 اللي انت المفروض تحسبها وهتلاقيها ب 9 اتموسفير زي ما طالعه في الحاله الاولى بالظبط. شفت الحاله الاولى احنا حليناها تقريبا في صفحه كامله، دي في سطرين يعني، بس عايزه حد بس يكون مركز في اليونتس علشان ما نلخبطش الدنيا. تمام يا شباب، هو هنا مش محتاج اليونت قوي بسبب اللي هنا اوريدي
هو اوريدي مديك اليونتس متظبطه يعني، اوريدي مديك البريشر بالاتموسفير انت فاهم، وانت اصلا كده كده عايز تطلعه بالاتموسفير انت فاهم، فهي مش محتاج اللي انت تحول حاجه. الحاجه الوحيده اللي انت في القانون ده محتاج اللي انت تركز معاها التمبريتشر، عشان هو الوحيد اللي جمع. جمع. اوكي دنيا عبد المنعم. نعم، هو في الامتحان هيديني تحويلات من الوحدات ولا ده انا بحفظها برضو يعني؟ لا لازم تكون حافظها، لازم تكون حافظها. امال انا كتبتها ليه؟ عشان لازم هنحفظها. موجوده في الاله، موجوده في الاله التحويلات. واتيفر بقى تحفظوها، تكون موجوده في الاله مش مشكله بالنسبه لي. دنيا عبد المنعم، دنيا هتتكتب غياب. دعاء سيد. ايوه حضرتك يا دكتور. طيب يلا دعاء، انا حاسه للبنات مستخبيه قوي. What is the volume of hydrogen gas will be produced as، ومديكي بال ATM يبقى ده pressure يا دعاء. ايوه. ومديكي ايه تاني؟ temperature، هنحول درجه الحراره الكلفن. اوكي يبقى ادم عليها 73. اوكي طيب، الهيدروجين جاز ده اللي انا عايز احسب الفوليوم بتاعه بيقول لي اتكون نتيجة تفاعل، رياكشن تفاعل 6 جرام من الزنك. انا معايا الماس اوف الزنك 6 جرام، الزنك اتفاعل مع الهيدروكلوريك اسيد اللي هو 6 مولر، ده كونسنتريشن تركيز. هو احنا اتكلمنا عن التركيز في الشابتر ده خالص؟ ما اتكلمناش عنه، فاكيد دي هو مدهن هي فيك، حاجه كده يعني مزود من عنده. ناخد بنا شباب تقريبا الكونسنتريشن، انا مش هستخدم خالص الكونسنتريشن في الشابتر بتاع الغاز، فاي كونسنتريشن تشوفوه قدامكم مولر نورمال الكلام ده ولا اكنه موجود، مش هحتاجه في حاجه. تمام، افترض طبعا الهيدروجين جاز ده ايديال ومديك الاتوميك ويت بتاعه الزنك. يلا المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب number of moles للزنك. number of moles للزنك. اوكي طب فهمي زمايلك، انا لو دي كده دي كلها يا شباب البيانات بتاعت غاز الهيدروجين. تمام طيب، علشان اشتغل بي في ايكوال ان ار تي انا محتاج الفي، يبقى ناقص لي مين اللي انا لازم اجيبه للهيدروجين؟ لازم اجيب الان، يبقى لازم بطريقه ما اوصل للنمبر اوف مول اوف هيدروجين جاز عشان اعوض في القانون بتاعي بي في ايكوال ان ار تي واقدر اجيب الفوليوم اللي انا اوريدي طالبه. تمام طب انا في الحاله دي انا غاز الهيدروجين انا مش عارف اتعامل معاه دلوقتي، بس هو مديني معلومه، مديني الماس بتاع الزنك 6 جرام خلاص تمام، فهي قالت انا هجيب النمبر اوف مولز اوف زنك اللي هي 6 ماس على المولر ماس اللي هو في الحاله دي هيبقى الاتوميك ويت، عشان الزنك اكيد زد ان بس مش زد ان 2، زد ان فقط، فالاتوميك ويت هو المولر ماس يا شباب. طيب كده انت جبتي النمبر اوف مولز بتاع الزنك، هتعملي ايه بقى؟ في معادله هو وصفها لي، زد ان زائد اتش سي ان، زد ان قال لي الزد ان اتفاعل مع الهيدروكلوريك اسيد اللي هو ال HCl وطلع لي هيدروجين جاز، بس الهيدروجين جاز ده اكيد معاه حاجه، ما اكيد المعادله دي احنا قلنا يعني الحاجه ما اختفتش، بدل ده طلع يبقى ده دخل مكانه، يبقى زد ان سي ال 2، زد ان سي ال 2 عشان الزد ان ده الفالنس بتاعه 2، التكافؤ بتاعه ثنائي يا شباب. لازم في المسائل اللي زي دي لازم توزن المعادله بتاعتك H2HCl، HCl ده لازم احط قدامه 2. تمام طيب، علشان الناس اللي ما بتعرفش تتعامل مع المعادلات اشتغل مع المعادله ازاي؟ اول حاجه علم على الحاجات اللي هو اتكلم عنها في المساله. يعني ايه؟ هو قال لك الماس بتاع الزد ان وعايز اصلا الفوليوم بتاع الهيدروجين، يبقى أي حاجة تانية مالكش دعوة بيها، خليك مع الاتنين دول، دي أول حاجة، علم على الحاجات اللي هو جاب سيرتها في المسألة، تمام؟ أو إداها أرقام في المسألة، هي دي اللي أنا عايزة أحسبها، دي أول حاجة. تاني حاجة
نزلني النمبر اوف مولز بتاع الحاجات دي من المعادلة. يعني انا عندي لما واحد مول من الزنك هيتفاعل مع ال HCl هيطلع لي واحد مول من الهيدروجين جاز، ما فيش قدامهم ارقام، يبقى واحد هيطلع لي واحد. دي الحاجة يعني الثيوريتيكال، بس انا اصلا مش معايا واحد مول. احنا قلنا الزد ان لسه حاسبينه، انا مش معايا واحد مول، انا معايا 6 على 65 و4 من 10 مول من الزد ان. يديني كام مول هيدروجين؟ نفس المولات طبعا عشان هتعمل كروس مالتيبليكيشن طرفين في وسطين. يبقى انا النمبر اوف مول اوف هيدروجين جاز هيطلع زي النمبر اوف مول اوف زد ان اللي هو الزنك. كده انا جبت النمبر اوف مول اوف هيدروجين جاز، وانا اوريدي يا شباب معايا البريشر بتاع الهيدروجين جاز ومعايا التمبريتشر اللي متعرض ليها الهيدروجين جاز، يبقى كده اقدر اشتغل بي في ايكوال ان ار تي واحسب الفوليوم اوف هيدروجين جاز، واكيد الار كونستانت 0.082. شكرا يا دعاء، يا رب تكونوا فاهميني بس انا قلت ايه في الاخر. يبقى الفوليوم بتاع الهيدروجين جاز هيطلع معايا 2.351، لا هي 3.5 لتر. اوكي، عشان لو عايزين ايه تحسبوها تاني. سامبل اوف بوتاسيوم كلوريت، عمر حسين. ايوه دكتور. ايوه بحب الناس اللي مصحصحه دي. يلا يا عمر. سامبل اوف بوتاسيوم كلوريت، وطبعا عشان البوتاسيوم كلوريت ده يعتبر ماده ممكن معظمكم ما يكونش عارف السامبل بتاعتها. ما تفتحش الورق ولا تفتح الكشاكيل، ما تنرفزنيش. كي سي ال او 3 ووز ديكومبوزد. كلمه ديكومبوزد يا شباب يعني اتكسر او اتفكك، تمام؟ اتفكك بناء على الايكويشن اللي قدامنا، عشان ممكن برضو مننا ما يكونش عارف الايكويشن فهو هيديها لك في المساله. اوكي، يبقى انا الحاجات اللي هي تقريبا مش مشهوره هتلاقيه مدي لك في المساله. الماده دي مش مشهوره هتلاقيه مديك الرموز بتاعتها في المساله. الايكويشن مش مشهوره هيديها لك في المساله، لكن الايكويشن مثلا بتاع التفاعل الزد ان مع الاتش سي ال انتوا اكيد واخدينها في ثانوي ومشهوره جدا يعني، فمش محتاج، وكمان انا شرحها لك بالكلام. 2 بوتاسيوم كلوريت هيتفكك يديني 2 كالسيوم كلورايد، 3 اكسجين. ماشي، الاكسجين was collected over water، هجمع الاكسجين على الميه ومديك درجه الحراره. هنحولها للتليفون بنضيف عليها 273. 73، انتوا ايه مشكله الارقام النهارده معاكم؟ طيب البريشر ايكوال، مديك البريشر بتاع غاز الاكسجين اللي اتجمع، هتعمل ايه في البريشر ده؟ هنحول الاتوم هنقسم على 860، اسمها اتموسفيريك بريشر او اي تي ام. اوكي، اند الفوليوم هنحوله، لا بليتر هو مظبوط. حلو، بليتر. طيب calculate the mass of potassium chlorate sample ومديك الاتوميك ماس او الاتوميك ويت. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ اول حاجه كل البيانات دي بتاعت مين؟ هنجيب منها الان يعني احنا ماشي، بس بتاعت مين؟ بتاعت غاز الاكسجين. بتاعت غاز الاكسجين، لا ده دي مهمه جدا بالنسبه لي، البيانات دي كلها بتاعت غاز الاكسجين. فحضرتك بتقول لي فاضل الان، الان دي هتجيبها لمين؟ بما انك بتستخدم البيانات بتاعت غاز الاكسجين يبقى دي الان بتاعت الاكسجين جاز. اوكي، طيب هتشتغلوا برضو يا شباب بي equal ان ار تي، تمام؟ البريشر هو اوريدي مديهولك، الفوليوم معاك، الار 0.082، التمبريتشر معانا، يبقى كده فاضل لنا النمبر اوف مولز اوف اكسجين جاز هيطلع معاك 0.0267 مول. طيب هو عايز الماس اوف بوتاسيوم كلوريت، اي ماس اوف بوتاسيوم كلوريت سامبل.
يلا هنعمل ايه؟ انا مش عايز النمبر اوف مولز بتاع الاكسجين. نقول الاثنين بوتاسيوم، يعني المعادله بتدينا الاثنين بوتاسيوم اديني 3 اكسجين اديني 2 من ال. نرجع تاني، نرجع تاني للمعادله CLO3 اللي هو مديها لكم في المساله 3 O2. حدد الاول احنا هنتعامل مع مين. احنا عايزين اصلا نحسب الماس بتاع البوتاسيوم كلوريت، وجبنا بيانات عن الاكسجين جاز، يبقى هم دول اللي احنا هنتعامل بيهم. ننزل النمبر اوف مولز. يبقى انا معايا اصلا من المساله الاثنين مول من البوتاسيوم كلوريت لما بيتفككوا بيدوني 3 مول اكسجين جاز. بس مش هم دول اللي معايا. مش هم دول اللي معايا، لا انا معايا 0.0267 مول اوف اكسجين جاز. يبقى دول كان قدامهم قد ايه بوتاسيوم كلوريت. هعمل كروس مالتيبليكيشن واجيب النمبر اوف مولز بتاع الكي سي ال او 3. يعني هتقول لي 2 0.0267 على 3، كده انت جبت النمبر اوف مولز اوف بوتاسيوم كلوريت. بعد كده تعمل ايه؟ تقول لي النمبر اوف مولز بيساوي ايه؟ الرقم اللي هيطلع لي نضربهم بقى في الكتله الموليه، ماس على المولر ماس. انا كده معايا النمبر اوف مولز اللي هو جايبه من هنا، والماس انا عايزه مطلوبه مني في المساله. احسب لي المولر ماس بتاع البوتاسيوم كلوريت. استنى ممكن نحسبه فوق، نحسبه فوق علشان تبقى معاك الاتوميك ويتس اهي ظاهره قدامك. يلا هتحسبه ازاي؟ اللي هي الام كابيتال المولر ماس. انا هنضرب الان في الام كابيتال وهديني الكتله اللي انا عاوزها. عايز احسب الكي سي ال او 3. انا عايزه احسب المولر ماس للكي سي ال او 3. 39 زائد 35 زائد 16 في 3. 3 في 16 او 16 في 3. ازاي يا شباب؟ انا معايا بوتاسيوم واحده بس، الواحده 39، سي ال كلور واحده بس 35.5، يبقى زائد 35.5 زائد O3 معايا 3 ذرات أكسجين، الذرة الواحدة في 16 يبقى 3 في 16. أنا ليه بقول الكلام ده؟ أنا عارفة اللي في منكم الكلام ده بالنسبة له لعب عيال، بس أنا صادفت ناس في ثانوي ما كانتش عارفة تحسب الحسابات دي، رغم أن أنا عارفة أنتوا خدتوا الحاجات دي في ثانوي، بس أنا جاستن جيس عشان لو في أي حد فيكم مش عارفها يبقى الدنيا واضحة للجميع، ما يبقاش شوية شغالين وشوية حاسين للدنيا صعبة. يبقى كده إحنا حسبنا الام كابيتال والان اوريدي حاسبينها، والماس اللي هو طالبها منك 2.18 جرام. طيب calculate the number of molecules. عمر احمد. انا لا انت ايه هتحليت معايا؟ حليت يا احمد؟ عمر احمد حليت يا عمر؟ لما تصدق حليت قبل كده صار طل. أيوة يا دكتور. يلا يا طل calculate the number of molecules. أول ما نسمع number of molecules المفروض علشان أروح لل number of molecules أحسب إيه؟ بقول هي number of moles في أفوكادرو. يبقى أنا كده هو أكنه بيقولك بطريقة غير مباشرة اللي أنت هتحسب الـ N الـ number of moles. تمام؟ طيب أيوه. أوكي قالك remaining in electronic vacuum pump أو tube of capacity 180 cubic centimeter. إيه بقى الـ 180 cubic centimeter دول؟ دول عبارة عن إيه؟ هي الـ volume. Volume. اوكي على فكره حتى لو انت مش عارف يعني ايه كلمه كاباستي، انت المفروض اليونتس يعرفك ايه اللي قدامك ده. يبقى ده فوليوم هنحولها لايه؟ احولها ل متر كيوبيك. براحتك انا معاكي في اي حاجه، يعني انا مش من النوع اللي برك يعني. ماشي عايز احولها لمتر كيوبيك هنعمل ايه؟ هي أسهل أحولها للليتر بس أنا ما أعرف التحويلة. أوكي 10 باور نيجاتيف 3 ليتر. أوكي تمام أوكي معايا التمبريتشر
25 سلسيوس زائد 273. اوكي حديني 200. ايوه اوكي. بريشر البريشر هو مديني لو بالمليمتر ميركوري، فانا هقوم احوله للاي تي ام بقسم على 760. اوكي كده انت ممكن تقولي بي في ايكوال ان ار تي، البي معاكي والفي والار كده كده كونستانت 0.082 والتمبريتشر معاكي، يبقى فاضل النمبر اوف النمبر اوف مولز. اوكي يبقى كده النمبر اوف مولز يا شباب 8.7 × 10⁻³ مول. كده انا جبت النمبر اوف مولز، انا مش عايز النمبر اوف مولز. ثانيه واحده يا باش، هو عايز النمبر اوف موليكيول، عايز النمبر اوف نمبر اوف افوجادروز نمبر، افوجادروز نمبر اللي احنا هنكون حافظينه في الامتحان مش هنديه لكم جيفن. يبقى النمبر اوف 10⁻². يبقى الان في الافوجادروز نمبر، يبقى الرقم ده هتضربه لي الان اللي انت لسه حاسبه كده، يبقى انت طلعت النمبر اوف موليكيولز. اللي كان بيتكلم شكرا يا طل، اللي كان بيتكلم اللي كانت بتتكلم. تمام اوكي. طيب المساله اللي جايه هفضل اللي انا اتكلم فيها. تمام بص يا شباب، لاحظتوا في المسائل اللي فاتت كلها يقول لك الغاز ده اتجمع، على فكره المساله دي مش موجوده في الورق القديم فركزوا معايا. ملاحظين ان الغازات كل ما يجي يقول لك الغاز ده اتجمع اتجمع اتجمع. طب اتجمع ازاي؟ اتجمع فوق، يعني بيقول لك على طول collected over water، اتجمع على سطح الميه. هي الغازات بتتحضر كده اصلا، اللي هم بيبداوا يجمعوها على سطح الميه. طب بيجمعوها على سطح الميه ازاي؟ مثلا انا بيكون معايا كونتينر، هنا بتقوم في تجربة ما، التجربة دي هينتج عنها غاز، ونفترض غاز مثلا الهيدروجين. تمام بيكونوا جايبين زي تيوب، طبعا الكلام ده بيكون مقفول عشان ما يحصلش تسريب. يبقى كده غاز الهيدروجين اللي بيتكون ما قدامهوش حل غير لازم يعدي من التيوب بتاعتنا، هو ما عندهوش حل تاني. تمام وفي هنا زي كونتينر تاني او حوض، بيبقى الحوض ده فيه مية، التيوب بتاعتنا بتكون بالشكل ده، وبيكون عندي هنا السلندر اللي بنسميه مغبار مدرج، بس بنعمله مقلوب، سلندر مقلوب. يبقى كده اللي هيطلع طبعا هنا ايه، اكيد فيه مية، اللي هيطلع هنا هيبقى غاز الهيدروجين، وغاز الهيدروجين بيبدأ يزق المية لتحت لحد ما يبقى السلندر كله من أوله لآخره مليان غاز هيدروجين. يبقى أنا كده حضرت غاز الهيدروجين في المعمل، يبقى أنا معظم الغازات بتاعتي بتتحضر عن طريق اللي أنا جمعها فوق المية. تمام طيب الكونتينر بتاعي ده أو السلندر بتاعي ده اللي اتجمع فيه غاز الهيدروجين، يا ترى فيه هيدروجين فقط؟ لا. ليه؟ علشان أنا مجمع الهيدروجين على المية، فأكيد في جزء من المية دي اتبخر. يبقى أنا السلندر بتاعي ده زي ما اتجمع فيه غاز هيدروجين، في جزء بسيط من ووتر فيبر، ووتر فيبر بخار مية. يبقى أنا السلندر ده فيه حاجتين، فيه هيدروجين جاز اللي أنا أوريدي كنت بحضره وكنت بجمعه، زائد ووتر فيبر بخار مية، عشان في جزء من المية اللي أنا أوريدي بجمع فوقيها الغاز اتبخر. تمام يا رب تكون الحتة دي مفهومة. يبقى أنا لو جبت جهاز اسمه الباروميتر، الجهاز ده اللي أنا بقيس بيه الضغط اللي أنا بستخدمه لقياس الضغط، وقست الضغط اللي موجود، ضغط الغاز اللي موجود في السلندر في المغبار بتاعي، هيبقى ده ضغط مين؟ ضغط غاز الهيدروجين فقط؟ لا طبعا، ده ضغط الاتنين مع بعض، ضغط غاز الهيدروجين بلس ضغط الووتر فيبر اللي اتكون عندي. تمام طب تعالوا نبص كده على المسألة بتاعتنا. هو بيقول لي انا عملت تجربة، تمام، معايا فوليوم اوف هيدروجين جاز، حجم الهيدروجين جاز
مدهولي باللتر مفيش اي مشكله. which is collected over water، في التجربه دي انا جمعت الهيدروجين فوق سطح الميه. the temperature is 20 degrees celsius، اكيد ال 20 دي هجمع عليها 273. barometric pressure، the barometric pressure is كذا، اداك الضغط قاسوا جهاز الباروميتر. find the volume that the dry hydrogen would occupy at STP. يبقى في كذا حاجه اتكلم عنها. اول حاجه قال لك dry oxygen، dry hydrogen، عشان ينبهك للمره الثانيه كلمه dry hydrogen، انا مش عايز الميه، مش عايز الووتر فيبر، فانا بقول لك dry hydrogen، هيدروجين بس يعني ناشف تماما، انا مش عايز الجزء بتاع الووتر فيبر ده، انا بنبهك. تاني حاجه خلي بالك انا عايزك تحسبها لي عند الاس تي بي اللي هي ستاندرد تمبريتشر اند بريشر، تمام. بعد كده ذا فيبر بريشر اوف ووتر، قال لك ضغط الميه، استنى امسح لك الجزء ده عشان تشوفها، عند ال 20 ديجري سيليزيوس ضغط الميه كذا. طيب يبقى البارومتريك بريشر اللي هو اداهولك ده، ونفترض اللي هو بي توتال، ده عباره عن البريشر بتاع غاز الهيدروجين بلس البريشر بتاع ال H2O اللي هو اداهولك في الاخر. طب ليه اداهولك في الاخر؟ علشان حضرتك تيجي تقول لي البي توتال اللي هو البارومتريك بريشر اللي هو اداهولك، نكتبه هنا 739.7 بيساوي البريشر بتاع غاز الهيدروجين زائد البريشر بتاع ال H2O هو اوريدي اداهولك. يبقى اقدر احسب البريشر بتاع دراي هيدروجين، البريشر بتاع غاز الهيدروجين لوحده. يبقى انا كده معايا البارومتريك بريشر ده، التوتال بريشر، البريشر بتاع الاثنين، غاز الهيدروجين والووتر فيبر اللي معانا، طرحناهم من بعض اداني البريشر اوف غاز الهيدروجين، هيطلع 722.16. بس طبعا دي كده بالملي متر ميركري، يبقى قبل ما نتحرك هنقسمها على 760 يبقى بالاي تي ام. طيب ايه بقى اللي معايا دلوقتي؟ انا معايا حجم غاز الهيدروجين، معايا التمبريتشر، ومعايا البريشر. يبقى اقدر احسب النمبر اوف مولز اوف غاز الهيدروجين، اقول له البريشر بي في ايكوال ان ار تي. ليه كده؟ اوكي نرجع تاني. بي في ايكوال ان ار تي، بس كل الكلام ده لغاز الهيدروجين. طيب البي اوريدي معانا اللي احنا هو لسه جايبينها نتيجه الطرح، الفي هو اوريدي كان مديها لك في المساله، الار 0.082 والتمبريتشر كان مديها لك، يبقى انا كده حسبت النمبر اوف مولز اوف هيدروجين جاز 0.102 مول. هو ما كانش طالب النمبر اوف مولز. نرجع تاني بقى نشوف هو كان طالب ايه. هو قال لك انا عايز الفوليوم اوف هيدروجين جاز ات الاس تي بي، احسب لي حجم الهيدروجين جاز في الاس تي بي. عادي خالص نبدا نشوف الاس تي بي دي وضعها ايه. الاس تي بي دي كونديشنز المفروض احنا حافظينها، يعني احنا حافظين ان البريشر 1 اتموسفير، وحافظين ان التمبريتشر 0 ديجري سيليزيوس اللي هي 273 ديجري كلفن. يبقى انا كده معايا نمبر اوف مولز، النمبر اوف مولز مش هيتغير، انا بس بحسب الكميه دي في كونديشنز جديده، حجمها في كونديشنز جديده. يبقى معايا النمبر اوف مولز، معايا البريشر، معايا التمبريتشر، ممكن تعمل بي في ايكوال ان ار تي، البريشر بواحد، الفوليوم هو عايزك تحسبه اصلا، الان معاك، الار 0.082 والتمبريتشر 273. يبقى كده حضرتك حسبت الفوليوم
at STB. ممكن حد تاني يقول لي لا انا مش عايزه احلها كده، بس ناخد بالنا مش عايزه احلها كده، انا بتكلم على الجزء. احنا ممكن نعمل multiply 22.4 بالظبط كده. انا بتكلم هنا على الجزء بتاع ال STB، ال volume at STB، هو دي اللي انا عايزة يعني احط لها اجابة تانية. انا هنا بتكلم volume at STB مش المسألة كلها، انا بتكلم على ال volume at STB. في معلومة في ال volume at STB، في معلومة في الفوليوم at STB، احنا قلنا اللي انا لو معايا واحد مول من المادة، الواحد مول ده حجمه 22.4 لتر. لو معايا واحد مول، حجم الواحد مول 22.4 لتر. طب اوكي، طب انا كنت حسبت النمبر اوف مولز، هو ده النمبر اوف مولز اللي انا حسبته. النمبر اوف مولز ده حجمه قد ايه؟ ده اللي كان زميلك بيقول عليه، اللي انت لو عايز تحسب الفوليوم at STB ممكن تضرب النمبر اوف مولز في 22.4، يبقى كده تقدر تحسب الفوليوم، هيطلع برضو نفس القيمة. تمام، انا اهم حاجة عندي كانت الحتة بتاعت collected over water واللي انتوا تعرفوا ان الحجم. طيب، طب بعد من شوية كانت المسائل عادي، كانت collected over water وما كنتش بطرح من حاجة، لان ببساطه هو بيعتبر اللي انا جمعت هيدروجين بس او نيتروجين بس. يبقى انا شايف في المساله لو هو جاب لي سيره الفيبر بريشر، قال لي ضغط الميه او الووتر فيبر بكذا، يبقى انا الاول هطرح علشان اجيب ضغط الغاز لوحده. لكن لو ما جاب لي سيرته خلاص اعتبر الضغط اللي هو مديهولك ده ضغط الغاز فقط، يبقى على حسب الجيفنز بتاعتي في المساله. اوكي، طيب المسألة دي سهلة قوي. يحيى أشرف، ما حضرتك اتفضل يحيى. Calculate the density of methane، مديك التمبريتشر ومديك البريشر والأتوميك ويت. فاكر القانون اللي احنا لسه جايبينه من شوية؟ انت حضرت معنا من الأول؟ نجيب الماس. عايز تجيب، بص انا همشي معاك للنهايه، يلا. عايز تجيب الماس، احسب الماس. هتجيبها ازاي؟ اكبر مشكله يا شباب في التوتوريالز بتاعتي انا بالذات، انا بجمع كل حاجه هنستعملها في الاول. ففكره اللي انت تصحى 8:30 او 9 دي مشكله. يعني انا كنت الاول بادئه بحوالي 80، دلوقتي معايا مثلا حوالي 130. كل دول كانوا نايمين، فأكيد ما شافوش اللي احنا لخصنا الدنيا في الأول خالص. فأنا أصلاً أول ربع ساعة، يعني من الساعة 8 ل 8 وربع، دي أهم حاجة بالنسبة لي. تمام، في قانون احنا قلنا من شوية، B equal D R T على M capital. البريشر هو أوريدي مديهولك، الدنستي انت عايز تحسبها. الار بما ان اللي انا مستخدم البريشر بالاي تي ام 0.082، التمبريتشر ال 25 دي تجمع عليها 273 على الام اللي هي المولر ماس، هحسبها معايا سي اتش 4، يبقى السي ب 12 زائد 4 في 1 كده، يبقى الدنستي بتاعتك تطلع 0.64 جرام بير لتر. ممكن حضرتك تعمل لي، لا هي كده ما حتى مش هتعرف حتى تعملها بي في ايكوال ان ار تي عشان مش معاك الفوليوم، يعني انت مضطر ان انت تستخدم القانون ده. تمام، دي كده الحل بتاعها، اعتقد ما فيهوش اي حاجه، عشان كده انا قلت لكم على القانون ده وقلت لكم جه ازاي. اوكي، طيب عايزين نتكلم عن ايه تاني النهاردة؟ عايزين نتكلم عن دالتون لو، ان شاء الله مش هياخد مننا وقت. طيب دالتون لو بيتكلم على ان انا معايا mixture of gases، يعني مثلا معايا غاز A B C، التلاتة في كونتينر واحد، فالبي توتل الضغط الكلي
أكيد هيبقى مجموع الضغط بتاع الغازات دي كلها، بس في الحالة دي ما بسموهوش ضغط غاز، بسميه partial pressure، ضغط جزئي للغاز. ليه؟ علشان ده ضغط جزء من الكل، ده مش ضغط غاز A فقط، ده ضغط غاز A بالنسبة ل B بالنسبة ل C، يبقى ده ضغط جزئي. تمام. طب لو انا عايز احسب البارشيال بريشر بي اي مثلا، لازم تقول لي المول فراكشن بتاع الغاز اي في بي توتال. لو بي بي هتقول لي المول فراكشن بتاع الغاز بي في البي توتال، يبقى الاكس دي حاجه اسمها مول فراكشن. اوكي، انا طبعا انا بتكلم بسرعه عشان الكلام ده انتوا خدتوه قبل كده. طيب المول فراكشن لو انا عايز احسبه، المول فراكشن لازم يتربط بالنمبر اوف مولز. المول فراكشن ده عباره عن نسبه، بحسبه ازاي؟ يعني مثلا لو عايز احسب المول فراكشن اوف اي، هتقول لي يبقى النمبر اوف مولز اوف غاز اي على التوتال نمبر اوف مولز. يعني ايه التوتال نمبر اوف مولز؟ يعني النمبر اوف مولز اوف غاز اي على النمبر اوف مولز اوف غاز A زائد النمبر اوف مولز اوف غاز B زائد النمبر اوف مولز اوف غاز C. تمام، يبقى على التوتال نمبر اوف مولز. نفس الكلام لو عايز تحسب XP، عادي يبقى NB على N توتال. عايز تحسب XC، يبقى NC على N توتال. في حاجة لازم تلاحظوها كويس جدا، بما ان المول فراكشن بيتكلم على جزء من كل، ده معناه اللي التوتال مول فراكشن لازم يبقى ايكوال 1، بيساوي 1. ليه؟ عشان ممكن في الامتحان مثلا، لازم ممكن في الامتحان تلاقيه مثلا مساعدك اللي انت تجيب المول فراكشن اوف A و B و C مش جايب لك سيرتها، يبقى لازم اجمعهم واطرحهم من 1 تجيب C على طول. تمام، ما فيهاش اي مشكله. طيب اشوف بس مين رافع ايديه ونبدا نحل. فاطمه انت عايزه تحلي ولا رافعه ايديك تسالي في حاجه؟ فاطمه ايمن مهندسه. ايوه كنت عايزه اسال في حاجه، بس معلش بس هو في سؤال فوق شويه، في اللي هو سؤال رقم 7. هو حضرتك كنت قلتي ان لما يبقى عندي كذا غاز مع بعض ما ينفعش استخدم PV equal NRT، فليه استخدمتها مع الهيدروجين؟ مسألة رقم 7. لا، ما هو أنا شلت يعتبر الضغط بتاع غاز ال أو بتاع الووتر فيبر، أنا شلته. أنا استثنيت خلاص الضغط ده، أنا طرحت ده من ده، فكده أنا بقى معايا البريشر بتاع غاز الهيدروجين فقط. تمام. وكمان انا لما قلت ثانيه، انا قلت القانون بتاع الدينستي هو اللي ما ينفعش استخدمه في غير في القانون بتاع الدينستي، لكن انا في الميكتشر استخدم بي في ايكوال ان ار تي، بس في حاله هوريها لك بس في دالتون، لكن انا قلت في حاله الدينستي عشان انا بجيب الكثافه، ما بجيبش كثافه الغازات كلها مع بعض، انا بجيب كثافه غاز واحد فقط. علشان كده حتى في المساله دي بص بيقول لك احسب الدينستي بتاع غاز الميثان فقط، مش جايب لي غير غاز الميثان فقط. تمام، كملي. ايه تاني فضل؟ تمام. طب هو الفوليوم بتاع الهيدروجين كان هيفرق ولا لا؟ هيفرق في ايه؟ اللي هو عشان شلنا منه الووتر فيبر كان هيفرق ولا عشان دي حاجه بسيطه؟ هيفرق. لا هيفرق. انت هنا انت عندك الضغط هنا 17، ضغط الميه 17 و54، يعني كميه كبيره مش قليله. فلو ما طرحتيهاش اكيد هتفرق معاكي جامد في الحسابات. تمام، شكرا يا باشمهندسة. لا، نرجع لدالتون يا شباب. دالتون ده من الحاجات السهلة جدا واللي أسئلته بيعتبر، أنا بعتبرها من الأسئلة المضمونة يعني. أوكي، جازيوس ميكتشر كونتين كذا جرام من الأكسجين وكم جرام من النيتروجين ومديك التمبريتشر. تمام، يبقى معايا الماس أوف أكسجين جاز والماس أوف نيتروجين جاز. اول ما تفكر في دالتون او اول ما تشوف اللي هو بيقول لك احسب البارشيال بريشر او البريشر اوف جاز، اعرف اللي انت لازم تعدي على النمبر اوف مولز.
عشان من النمبر اوف مولز لازم هتعدي على المول فراكشن، وبالتالي تقدر تحسب البارشيال بريشر. يبقى انا في دالتون لازم اعدي على النمبر اوف مولز، اوكي؟ يبقى انا كده وانا مغمض لازم احسب النمبر اوف مولز اوف غاز الاكسجين عادي ماس على المولر ماس. الماس بتاع غاز الاكسجين هو مدهولي 4.8 على المولر ماس. لو بصيت في الاخر لازم تلاقيه مديك الاتوميك ويت. طب غاز الاكسجين O2 ده اكتف، O2 يبقى 2 في 16، يبقى كده النمبر اوف مولز اوف اكسجين جاز 0.15 مول. تاني حاجة النمبر اوف مولز اوف نيتروجين جاز نفس الكلام، ماس على مولر ماس مديك 7، نيتروجين N2 يبقى 2 في 14، يبقى النمبر اوف مولز 0.25 مول. جيب N توتال بالمرة، احنا عارفين المول فراكشن. مثلا لو بجيب المول فراكشن بتاع الاكسجين هيبقى النمبر اوف مولز اوف اكسجين على N توتال، يبقى اجمعهم بالمرة. كده انا جهزت نفسي ان انا احسب اي مول فراكشن ممكن احتاجه في المسألة. قال لك بريشر ووز كذا. طب البريشر اللي مدهولي ده البريشر بتاع مين؟ بدل ما قالكش ده بريشر اوف اوكسجين جاز، بريشر هنا اصلا قايل لك البريشر ده البريشر بتاع الميكتشر كله على بعضه، يبقى ده البي توتال 750 نقسمه على 760 عشان نريح دماغنا كده، يبقى ده بالاتموسفيريك بريشر. اول حاجه هطلبها منك كالكوليت ذا فوليوم اوف ذيس ميكتشر، عايز يحسب الفوليوم بتاع الخليط اللي معاك ده. عادي خالص عايز تحسب الفوليوم بتاع الخليط هستخدم برضو بي في ايكوال ان ار تي، بس معلش ناخد بالنا هستخدم البي توتال في توتال ان توتال والتي اللي متعرض ليها الميكت شركه كل. بي توتال اوريدي معاك اهي، هو مديها لك. في توتال هو اوريدي طالبها، تي توتال ما انا قلت لك اجمع الاثنين، انت في دالتون لازم هتحتاج التي توتال. الان توتال والتي توتال اوريدي هو مديك التمبريتشر، كان مديها لك ب 30 وتجمع عليها 273 303. كده انت حسبت الفوليوم بتاع الميكتشر كله على بعضه، ده كده الفوليوم. تمام، هو عايز الفوليوم دي اول حاجه او اول مطلوب هو طلبه منك. تاني حاجه calculate the pressure of each gas. كلمة pressure of each gas يعني قصده يقولك احسب لي البارشيال بريشر، يعني احسب لي البريشر of غاز الأكسجين والبريشر of غاز النيتروجين. أول حاجة البريشر أو البارشيال بريشر، يبقى المول فراكشن لغاز الأكسجين في البي توتال. طب المول فراكشن of غاز الأكسجين ده هجيبه ازاي؟ number of mole of oxygen gas على N توتال في البي توتال. هيطلع معاكم يا شباب طبعا عادي البي توتال ممكن تستعملها بالاتموسفير وممكن تستعملها بالمليمتر ميركوري، بس على حسب اللي هيطلع لك او اليونت اللي انت هتستخدمها هنا هيطلع معاك في النهايه. تمام، نتخيل ان انا مستخدماها مليمتر ميركوري، دي مليمتر ميركوري مفيش مشكله عادي. اشطب دي كده. لو انا عايز اجيب البريشر بتاع غاز النيتروجين عندي حل من الاثنين، لا اما اقول لك عادي اكس بتاع غاز النيتروجين في البي توتال مفيش اي مشكله، استخدم القانون للمره الثانيه. انت بدات تهنج كده، هتقول لي الان بتاع غاز النيتروجين على الان توتال في البي توتال هيطلع الرقم بتاعك مظبوط. لا اما هتيجي تقول لي هو الخليط اللي معايا ده بيتكون من ايه؟ هقول لك بيتكون من حاجتين فقط، اكسجين ونيتروجين بس، مفيش معاهم حاجه تانية. طب خلاص، طب ما انا ما ينفعش اقول ضغط غاز النيتروجين بيساوي الضغط الكلي واطرح منه ضغط غاز الاكسجين اللي انا لسه حاسبه هنا. ينفع، تمام، بس ده ليه؟ علشان الغاز بتاعي او الخليط بتاعي بيتكون من غازين فقط. تمام، قصدي غازين وانت يعني ايه
ممكن احيانا يكون بيكون من ثلاث غازات، وانت جايب مثلا بيتكون من، هنتعرض لها دلوقتي، نيتروجين واكسجين وهيدروجين. فانت حسبت النيتروجين، ما تجيش تقول لي الاكسجين بي توتال ناقص ضغط النيتروجين، طبعا غلط، انت معاك حاجه ثالثه، عملت نفسك مش واخد بالك منها. لما تحسب اتنين ويبقى فاضل لك اخر واحده، اخر واحده واحد ناقص، تمام؟ عشان انا هنا عندي هيبقى عندي ثلاث حاجات، لكن في اللي احنا فيها دلوقتي دي اوكي، انا بيكون من حاجتين فقط، جبت الاكسجين فاطرح هجيب النيتروجين. هنا عندي ميكتشر ومعايا نفس الكلام، معايا كام جرام من ال N2O ومعايا كام جرام من ال NO ومعايا ال B total. عايز البارشيال بريشر، عادي خالص تبدا الاول تحسب النمبر اوف مول اوف N2O ماس على مولر ماس، النمبر اوف مولز اوف NO ماس على مولر ماس، تحسب ال N total تجمع الاتنين مع بعض. هتيجي تقول له انا عايز البريشر او البارشال بريشر بتاع ال N2O المول فراكشن في البي توتال اللي هو اوريدي مديها لك، تمام؟ في اي مشكله في المساله دي؟ فيهاش اي حاجه؟ اوكي. وات از ذا توتال بريشر، وات از ذا توتال بريشر اكزيرتد باي ا ميكتشر، برضو مديك الجرامز بتاع ال N2 والماس برضو بتاع ال H2 والماس بتاع الهيليوم. الميكتشر ده موجود في حجم 6.1 لتر كونتينر ومديك درجة الحرارة، قال لك احسب البارشيال بريشر، تمام؟ نمشي كده واحدة واحدة. انا علشان احسب البارشيال بريشر لازم اعدي على النمبر اوف مولز، فانا هحسب النمبر اوف مولز اوف نيتروجين جاز اللي هي ماس على مولر ماس اللي هي 4.5 على المولر ماس اللي هي 2.14. يبقى كده أنا حسبت النمبر أوف مولز بتاع غاز النيتروجين 0.0732 مول. بعد كده هحسب النمبر أوف مولز أوف هيدروجين جاز، برضو ماس على مولر ماس 2.1. يبقى أنا كده حسبت النمبر أوف مولز أوف هيدروجين جاز. تالت غاز معايا هحسب النمبر اوف مولز اوف هيليوم، نفس الكلام برضو ماس على المولر ماس، بس هنا ناخد بالنا للهيليوم انرت خامل فاربعة فقط، ولا هضربها في اتنين ولا هضربها في تلاتة، تمام؟ يبقى كده انت حسبت النمبر اوف مولز اوف هيليوم، احسب لي الان توتال بالمرة. لحد هنا تمام كده، انت حسبت النمبر اوف مولز عشان تعرف تحسب المول فراكشن. طب ايه المشكله؟ المشكله علشان تحسب البارشال بريشر المول فراكشن لازم تحسب تضربه في البي توتال، المول فراكشن لازم تضربه في البي توتال. طب انت اصلا مش معاك البي توتال، مش معاك التوتال بريشر، بس معاك حاجه، معاك الفوليوم بتاع الميكتشر كله على بعضه ومعاك التمبريتشر. يبقى ممكن ارجع للبي في equal nRT، بس البي توتال، في توتال، ان توتال، التي توتال اللي هو مديها لك. البي توتال اللي انت عايز اصلا تحسبها في الفي توتال هو مديها لك في المسألة 6.1، ان توتال حضرتك لسه حاسبها دلوقتي في الار 0.082، في التمبريتشر هو كان مديها لك في المسألة 25 ديجري سليزيوس، هنجمع عليها 273 عشان نحولها لكلفن. كده يبقى انت حضرتك جبت البي توتال. من البي توتال تقدر بقى تعوض عادي خالص في قانون البارشال بريشر، قانون دالتون، وتقدر تجيب البريشر اوف هيدروجين جاز، المول فراكشن بتاع الهيدروجين في البي توتال. تمام. وتقدر برضو تحسب البريشر اوف هيليوم، دي بقى اللي انا كنت بقول لك عليها، ما ينفعش تقول لي واحد ناقص
ما ينفعش تقول لي بي توتال ناقص بي هيدروجين، عشان الميكتشر بتاعي مش بيتكون من هيليوم وهيدروجين فقط، تمام؟ انا في غاز ثالث معايا، يبقى انا هنا مضطر ان انا استخدم المول فراكشن اوف هيليوم في البي توتال، كده يبقى تجيب الاثنين بارشل بريشر اللي هو طالبهم، تمام؟ طيب عايزين يا شباب بقى نبص على شويه ام سي كيو. انتوا نزلتوا تحت كده ليه؟ اوكي الناس نامت معايا. طل انت عايز تسالي على حاجه؟ ايوه يا دكتور، بس انا كنت منتظراك تمر على كويشن في الشيت 11. ده 11؟ لا مش 11، لا رقم 9. 9 9 اللي هو بيقول لك the composition of air is approximately 80%. طيب 9 هو اتنقل ل 9 اصلا، انا معايا شيت بس الشيت ده بتاعت ما انا عارفه، انا عايزاكم ده تفكروا فيه وهحله ان شاء الله اول واحد التوتوريال الجاي. إيه؟ انا عارفه ان انا سايبها، بس هو يعني انا في الشيت اللي انا فاتحاه قدامكم ده هو هنا رقم 11، انا عارفه ان انا ده بالذات انا عارفه ان انا سايباه، فافكر فيه وهيبقى اول واحد هنحله ان شاء الله التوتوريال الجاي. تمام اوكي شكرا. العب. طيب ده ام سي كيو يا شباب، نبدا مين اللي هيحل او مين اللي هيفكر؟ لو سمحت يا باشمهندس ممكن اول حاجه؟ اتفضلي. معلش هو النت للاسف كان فاصل عندي وجاي حوالي 9 وربع فما قدرتش احضر الفتره دي، هو انا كده ما اتخدتش حضور؟ هنشوف الموضوع ده بس نخلص. بس زياد مجدي، عشان انا في ناس كتير بتتاخد غياب دلوقتي. زياد مجدي، مشكله مشكله يا شباب والله العظيم مشكله، هتيجوا بعد كده يعني تدوروا على حد يحل معاكم. يوسف خالد، الكيمياء بتتشال كتير، الكيمياء بتتشال كتير للاسف، انا لسه في الاول. اه والله دي حقيقه، بصوا على الدفعات اللي فاتت هيقولك لا في ناس كتير بتشيل كيمياء. ياسمين صبحي، ايوه يلا ياسمين، يلا ياسمين عشان انا تعبت من الدفعه دي، يلا ياسمين. ماشي معايا 2 مولز اوف جاز موجود في فلاسك هيتد فروم 25 ديجري سيليزيوس تو 50 ديجري سيليزيوس، اختاري الاجابه الصح. بصي انت معاكي كونتينر اهو جميل فيه 2 مول، انا سخنت من 25 ل 50 عشان تختاري. بصي على الاختيارات بتاعتك الاول، بيكلمك في ايه في الاختيارات دي؟ بيكلمك في الكاينيتيك انرجي طاقه الحركه، بيكلمك في البريشر في الضغط، بيكلمك في الان اللي هي النمبر اوف مولز. بالراحه كده انت بتسخني، تفتكري الكاينيتيك انرجي هيحصل لها ايه؟ هتزيد ولا هتقل؟ هتزيد اكيد، هتزيد اسخن اكيد الحركه هتزيد، حركه الجزيئات هتزيد، الكاينيتيك انرجي هتزيد. طيب البريشر تفتكري الضغط، الضغط ده اصلا بيتكون ازاي؟ يعني الضغط ده عباره عن، خلوا بالكم الضغط ده عباره عن حاجه بتتكون نتيجه تصادم الجزيئات بتاعه الغاز بتاعه الغاز مع سطح الكونتينر وولز اوف كونتينر. طب تفتكري انت بتقولي حراره زادت حركه زادت، يبقى كده فرصه ان يحصل تصادم بين جزيئات الغاز والكونتينر بتاعي هتزيد ولا هتقل؟ هتزيد برضه اكيد تزيد. طب النمبر اوف مولز عدد الجزيئات هيزيد ولا هيقل؟ هيفضل ثابت، هيفضل ثابت. انا قلت النمبر اوف مولز ما يتغيرش غير لو ضفت كميه جديده من الغاز او سحبت، يبقى انا في الحاله دي يبقى انا الاجابه بتاعتي هتكون A. تمام اقول تاني يا شباب، انا سخنت اي حاجه بتسخنها اكيد الحركه بتزيد، يبقى انا الكاينيتيك انرجي هتزيد. طب بالنسبه للبريشر، البريشر ده علشان الناس اللي مش عارفه، البريشر results from ده بينتج عن collision of gas molecules، تصادم جزيئات الغاز
with walls of container. جزيئات الغاز بتصطدم بال walls of container، يعني الكونتينر نفسه من جوه. أثناء الحركة بيحصل تصادم ما بين الجزيئات وسطح الكونتينر، تمام؟ كل لما التصادم ده يزيد ده معناه البريشر أكتر. طب أنا قلت الكاينيتك إنرجي زادت، طاقة الحركة زادت، ده معناه للفرصة أعلى إن الجزيئات بتاعتي تصطدم بالكونتينر، فبالتالي الضغط أكيد هيزيد. لكن بالنسبة للنمبر أوف مولز خلاص إحنا اتفقنا، لو ما قالش أنا ضفت أو سحبت يبقى النمبر أوف مولز ثابت ما تغيرش، تمام؟ طب نبص على حاجة تانية. A sealed containers. One of them. أنا عايز أشوف مين الأول هيحل معايا. مين اللي ناوي يتبرع ويحل؟ لا أحمد أنت حليت قبل كده. عايز حد ما حلش يا شباب. حد يتبرع، حد ما حلش. حبيبة أحمد. حبيبة أحمد. المشكلة انتوا بتكتبوا غياب فعلا، يعني أنا مش هنهزر مع بعض. فاطمة أيمن. جانا. أيوة مشمهندسة. أنا عاجبني فاطمة. يلا يا فاطمة، جانا هتحل اللي بعدها، فجهزي نفسك يا جانا. ماشي فاطمة، بيقول لي أنا معايا كونتينرز، one of them، واحد منهم في 8 جرام من غاز الأكسجين، واحد منهم في 7 جرام من غاز النيتروجين. Kept at constant temperature and pressure. Which of the following is true? علشان أعرف أحل إيه؟ بصي على الاختيارات. بيكلمك عن، طبعاً هو بيقولك هنا temperature والpressure constant. ثابتين الاتنين يعني. بيكلمك عن الفوليوم، density، average molecular speed، سرعة. هتبقى تقريبا average molecular speed is the same. بصي عشان نبقى مقتنعين كده، انا كان دكاترتي بيقولوا ايه، مستحيل تلاقي الجزيئات ليها نفس السرعة، لسبب حجم الجزيئات مش واحد، كل مادة أو كل elements هتلاقي ليه حجم مختلف، فمستحيل تلاقي سرعتهم واحدة. زي بالظبط ما بتجيبي واحد رفيع وواحد مليان شوية، الاتنين سرعتهم مستحيل تلاقي سرعتهم واحدة. الحجم بيتدخل في السرعة، حجم الجزيء، أنا بتكلم عن حجم الجزيء مش حجم الغاز ككل، فمستحيل تلاقي حاجتين ليهم تقريبا نفس السرعة، لو two elements ما لهمش نفس السرعة، تمام؟ فدي صعب اللي انت تلاقي اتنين جزيئات أو اتنين غازات ليهم نفس السرعة، فدي أصلا مستبعدة أساسا. يبقى تبقى A. طيب الفوليوم ماشي of oxygen gas greater than the volume of nitrogen gas. طب براحة كده، أنا الفوليوم دلوقتي، أنا لو بقولك BV equal NRT مثلا، يعني قالك التمبريتشر والبريشر الاثنين كونستانت، فالاثنين مش هيتدخلوا في الموضوع اساسا عشان هما اوريدي كونستانت في الحاله دي، زي الحاله دي الار برضو مش هيتدخل عشان هو كونستانت اوريدي. يبقى انا علشان اتكلم على في لازم اربطها بمين؟ بالان، صح ولا غلط؟ بالنمبر اوف مولز، صح؟ تمام، يعني انت معايا. طيب يبقى انا اللي النمبر اوف مولز بتاعته هيبقى عالي، هيبقى الفوليوم بتاعه عالي. لو النمبر اوف مولز بتاعه قليل هيبقى الفوليوم بتاعه قليل. انت معايا في الحته دي صح؟ اوكي صح. هيبقى ايكوال مش جريتر. هيبقوا ايكوال. ليه هيبقوا ايكوال بقى؟ عشان تعالى يا شباب نحسب النمبر اوف مولز بتاع غاز الاكسجين. الماس 8 على المولر ماس 2 في 16 هتلاقيه 0.25. طيب لو جينا فكرنا نحسب النمبر اوف مولز اوف غاز النيتروجين هيبقى 7 على 2 في 14 نفس الكلام، يبقى النمبر اوف مولز واحد، وبالتالي هيبقى الفوليوم واحد، ده في حالة ثبات التمبريتشر والبريشر. يبقى كده الإجابة بتاعتنا هتبقى B.
اوكي يا شباب. طيب انا عندي سؤال معلش. اتفضل. هو احنا هيبقى معانا البريودك تيبل ولا المفروض احفظ ال لا مش هتحفظها، بس هو بيجي في اخر الامتحان كده بيديك زي مربع كده طويل بيكتب لك فيه الاتوميك ويتس كلها اللي انت محتاجها يعني في الامتحان بتاعك. تمام شكرا. اوكي طيب نعم. سامبل اوف نيتروجين مديك الفوليوم بتاعها، مين اللي هيحل؟ هو كان عندنا جانا تقريبا كانت هي اللي هتحل. ايوه يا باشمهندسه. طيب يا جانا يلا. سامبل اوف نيتروجين ومديك الفوليوم بتاعها ومديك البريشر والتمبريتشر. ات وات تمبريتشر ويل ات اوكيباي 10 لتر ات ذا سيم بريشر؟ يبقى انا معايا نفس الغاز متعرض لكونديشنز مختلفه. نيتروجين غاز كان حجمه قولي. هنستخدم الرول اللي هو P1V1/N1T1=P2V2/N2T2. تمام. ما جابلكيش سيرة اللي النمبر اوف مولز هيتغير صح كده؟ ايوه قد بعض. حلو قوي. وقال لك في الاخر at the same pressure، فاحنا مش محتاجين البريشر في حاجه. اوكي معايا صح؟ اوكي تمام. يبقى V1 على T1 equal V2 على T2. V1 هي 5.5 على T، لازم التمبريتشر تتحول للدجري كلفن يا شباب عشان هنا احنا بنجمع او بنطرح فلازم نحولها. تمام. يبقى كده 25 نجمع عليها 273 بيساوي V2 كام؟ على انا عايز اعرف اصلا T2 بكام. يبقى T2 هتطلع معاكم يا شباب 541.8 دجري كلفن. هو مش عايزها بالدجري كلفن، هو عايزها دجري سليزيوس. اعمل ايه بقى؟ 173 نطرح منها الاول 273. يبقى كده يا شباب هتطلع معاكم دي. اوكي طيب ميرسي يا جن. دينستي اوف كلورين جاز هشام نبيل. يا دكتور يلا يا هشام. ده واحد لسه نايم على السرير ومستغطي وماسك الموبايل ده اكيد يعني. طيب دينستي اوف كلورين جاز ومديك الاتوميك ويت بتاع الكلورين ات اس تي بي، يلا هنعمل ايه؟ كان عندنا قانون الدينستي هو كان بي بيساوي رو في ار تي على ام. حلو قوي. البي بكام؟ انا اللي هي الرو انا الرو اللي احنا هنحسبها. سوري ما تقول ان في بي مكتوبه هنا غلط. ماشي كمل. طيب البي بكام؟ البي اللي هي البريشر بكام؟ اللي هي بواحد اي تي ام. ليه جبتها بواحد؟ عشان هنا يا شباب قال لك اس تي بي. تمام. الدي او الرو مطلوبه مننا. الار الار ب 0.082 تمبريتشر بتاعت الاس تي بي اللي هي كام؟ 273 دجري كلفن او 0 دجري سليزيوس، بس انا عشان بشتغل بالكلفن. اوكي على الام. الام اللي هي المولر ماس اللي هي 35.5 ملتبلاي 2. ليه ضربت ملتبلاي 2؟ علشان ده غاز داي فيلنت او مش داي فيلنت، هو داي اتوميك يعني الجزيء بيتكون من ذرتين يا شباب. اوكي دي مهمه جدا كده. انا لو مش حافظ الكلورين سي ال 2 هتقسم على 35.5 وهتطلع غلط. اوكي كده دي يا شباب هتطلع معاكو بي. طيب في حاجه تانية بقى انا حابه برضه اقولها لكم. في قانون للدينستي اللي هو الماس اوفر فوليوم، ماس كتله على حجم. تمام. انا هنا مش معايا كتله مش معايا حجم، بس في حاجه تانية قانون الدينستي ممكن اقول مولر ماس على مولر فوليوم. يبقى قانون الدينستي ممكن ماس كتلة على حجم او كتلة مولية على حجم مولي، بس ما تجيبليش واحدة كده واحدة كده، يعني مفيش حاجة اسمها ماس على مولر فوليوم. لا، لا اما ماس على فوليوم في الكونديشن اللي معاك
لا اما مولر ماس على مولر فوليوم. طب دول هتجيبيهم ازاي؟ مولر ماس عادي، ما هي 2 في 35.5، ما هي دي المولر ماس، ما هي دي كتلة الواحد مول. ما هو الواحد مول من السي ال 2 هو 2 في 35.5 على المولر فوليوم في الاس تي بي. خلي بالكوا احنا بنحسب في الاس تي بي، فالمولر فوليوم احنا قلنا لو معايا واحد مول في الاس تي بي يبقى حجمه كام؟ 22.4. بس كده هيديك نفس الناتج برضو، تمام؟ فدي برضو ايه انا تضاف في ايه في دماغنا من الحاجات برضو المهمة والنقط الحلوة، تمام؟ طيب تمام. اخر حاجة عندنا بيقول لي ideal gas low predicts that molar volume اللي هو volume of one mole of gas equal. طب نشوف الideal gas BV equal NRT. هو بيقول لي بقى من القانون ده انا عايز المولر فوليوم، ببساطه مولر فوليوم الفوليوم اوف 1 مول، يبقى قصده يقول لك شيل الان دي وحط مكانها واحد عشان هو عايز الفوليوم اوف 1 مول. وشوف لي بقى الفوليوم اوف 1 مول ده هيكون بكام. يبقى الفوليوم اوف 1 مول هيساوي ار تي على بي علشان الان عندنا بواحد. في اي مشكله في الحته دي يا شباب؟ ده كده النهارده. المره الجايه هنشتغل ريال جاز، وقبل ما نشتغل ريال جاز هنحل المسألة اللي طال يعني هنفكر فيها كمان الأسبوع ده كمان يا طال بتاعة الدينستي. هتلاقي رقم 11 أو الشيت اللي نزل لكم مش عارفة كيف بتقول رقم 9 تقريبا، هتلاقوا فيها نسب 80% و20% وكده، فتفكروا فيها عشان هنحلها إن شاء الله أول مسألة المرة الجاية. بعد كده هنحل ريال جاز وهنحل الورك. الورك يا شباب اتفرجوا على الليكتشر، و عشان لو عندكم اي اسئله تقدروا تسالوها لدكتور غاده ان شاء الله